عزيزي، أنا بمنتهى الوضوح أعتقد يعني أوضحت عدد مقابلات وليس فقط مع قناتكم الكريمة، الأمور محسومة لصالح الجانب الروسي، محسومة بصرف النظر عن كل ما قيل حول هذا. لا يعني أنت مع موقف أو ضده فيما يتعلق في كيفية نشأة هذه الأزمة منذ بداياتها، من كان بالفعل ضحية هذا التصعيد. لن أدخل في هذا الموضوع، قد يكون مجاله في برنامج آخر أو في لقاء آخر، ولكن الموازين العسكرية الاقتصادية كلها لصالح بوتين، رغم الحرب الإعلامية، التعتيم الإعلامي، الحصار الاقتصادي، كل هذه المسائل. انظر الآن العالم كله يعود تقريبا إلى لغة الحوار، وبمجرد أنه قام بضم هذه المناطق باستفتاء، هذا يا عزيزي معناها انتهى الأمر، قضي الأمر، لأنه لا يملك. إن بوتين قال نعم سأنسحب من هذه المناطق، سقطت هيبته وهيبة الدولة الروسية والجيش الروسي، هذا انتحار، لن يتم السماح لذلك. ولا أعتقد أن أي إنسان متابع لشخصية شخصية بوتين كرجل استخبارات مخضرم، لا أعتقد أنه من هذه النوعية الذي يقوم بهذه الخطوة بهذه الرعونة. فالأمور متجهة نعم يا عزيزي، كيف الآن يتم خطف الأضواء من هذا الانتصار حتى تظهر الأمور وكأنها نتيجة تفاوض. الكل الآن مخرط في هذه المهمة الصعبة، التوطئة كانت أوروبية واضحة، سيقول الأوروبيين ها هي الحكومات تتجه إلى اليمين، المتاعب الاقتصادية، نتائج العقوبات آذت الجانب الأوروبي والأمريكي أكثر منها أن تأذي الجانب الروسي، وعسكريا الكل يعلم أن شبح الخيار النووي غير وارد على الإطلاق. ولاحظ أن كل التركيزات الآن لا للنووي ولا لضرب حلف الناتو، وكأنه يقول لك أن أوكرانيا مسألة قابلة للتفاوض.